روحي. اوكي 200 200. اه وقفت السيارة يا عيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد. الحماس اليوم ليفل عالي، ابيك تستمتع بالمقطع هذا وكذا تبرد حرتك. اي واحد انقهر في المقطع اللي طاف اتوقع هذا المقطع راح يبرد حرتك يخليك كذا مبسوط. اليوم هو يوم السباق، اليوم العالمي سباق الموت. قبل ما اقول لك مشاهدة ممتعة زر اللايك، ولا تنسى كذلك تضيفني على سناب شات عشان تعرف تحديثات المقاطع. اما الحين اخليكم مع المقطع، انجوي بالمقطع الحماسي. تمام يا جماعة الخير، مثل ما انتم عارفين هذا هو المقطع المنتظر. اشكركم على الكومنتات اللي قلتوا لي عيسى سابق الشخص المغرور وكسر راسه، ما تعرفون اقسم بالله اني قاعد افكر بالموضوع وانا بالدوام وانا عند الاهل وقبل ما انام هنا بالواقع وانا قاعد العب بلاي ستيشن قاعد افكر كيف افوز على الشخص هذا، لان كليبر لما شاف مواصفات سيارته بالجهاز باللابتوب طلعت مواصفاته عاليه ومعدل سيارته باللابتوب اللي هو لابتوب الريسنج مو لابتوب مو بس في الميكانيكي. فحاليا انا استنى كليبر، او والله ما كلمت كليبر، لازم استنى كليبر يجيب اللابتوب عشان نسوي نفس الموضوع مع سيارتي. لابتوب بلابتوب يا حبيبي. الحين بتصل لكليبر لاني صراحه ما ابي اودع سيارتي يا شباب. كليبر يا رب يا رب يا رب يكون حصل اللابتوب. والله عزة دخيل عزة. دخيلك قولي حصلت اللابتوب، دخيلك يا كليبر حصلته. كفو عز، والله انك عز. وينك؟ تعال برسلك لوكيشن. تعال يلا يلا. كفو يا شباب، والله انه وحش كليبر. اللابتوب هذا ينباع في بلاك ماركت او ينباع عند العصابات، يعني مستحيل تحصله، صعب. كيف ارسل له لوكيشن؟ هذا كليبر اللوكيشن. ليتس جو. ارسلت له لوكيشن. ممتاز 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 يا رب. لا تخذليني يا لامبو، لا تخذليني يا لامبورجيني ارجوك يا لامبو. والله العظيم اشتريتها بكم، والله ما اذكر بكم اشتريتها، اتوقع ب $50 حقيقيه، $50 او $100 ما اذكر. السياره هاي بس في منها اثنين بالسيرفر، تخيلوا يفوز. هو اعتقد عرف ان السياره هذه كاستم، يعني مدفوع عليها فلوس حقيقيه، عشان كذا قال شو اسمه يبي يسابقني. والشخص هذا مو بس مغرور بالسيرفر، حصلته بالديسكورد قاعد يرفع ضغط الاجانب، ما ادري ايش وضعه، والله ما ادري ايش وضعه، بس كذا يستفز الناس، يحب يستفز. ايوه اتوقع كليبر وصل. ايوه كفو يا كليبر. كفو يا كليبر، كفو يا كليبر، كفو يا كليبر، انقذني يا كليبر، انقذني. لا 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 تعال تعال افتح ترنك افتح ترنك. كفو ريسينج تابلت، ريسينج تابلت. اقسم بالله انك اسطوره يا كليبر، اسطورتي. اوكي نستخدم اللابتوب يا شباب. مين انت؟ عدلها على كيف. ليتس جو. اوكي راح اركب كل القطع يا شباب. هذا اسمع. هلا هلا. بركب كل القطع اللي في كليبر. اسمع بروح عندي كم شغله. وين وين نهايه السباق عشان تدوركم هناك اذا خلصت؟ شوف بقول له عند من عند المستشفى اللي عند الكازينو. ايوه. الين محطه بوليتو. اوكي اوكي اوكي. اجل انا بس بخلص شغلتي وبروح. اذا لقيت هناك انا به، اذا ما لقيت كليبر احتاجك في هالوقت. شو اللي عندك شغله تستهبل؟ والله النظريه يا عيسى. شو ممنوعات صفقة يا. أسلحة؟ أنا واثق فيك إني أكيد ما عليك بزبط. من الحين أبدأ أزبط أصحاب. يلا أنت ضربني. لكن ما عليك صدقني أنا واثق فيك إنك تفوز. يلا أوكي أوكي أني أعابل السيارة. يلا أتصل لك. يلا بالتوفيق يا يلا يلا. يا الله كليبر بروح يا شباب. طيب أنا بخني أرجع أركب كل القطع حق السيارة. هذول أسامي الناس اللي قاعدين يعدلون سياراتهم يا شباب. شوفوا شوفوا هذول كل أسامي الناس اللي معدلين سياراتهم في المدينة من اللابتوب مش من الميكانيكي. أنا راح أركب كل القطع. أو لا لا هو الموضوع مش كذا، لازم أفهم الموضوع عدل يا شباب. خلوني أفهم موضوع اللابتوب يا شباب. شباب واقرا واتعب اتمعن بانجليزي وبرجع لكم. اوكي يا شباب مثل ما شفتوا ركبت القطعه المطلوبه اللي تناسق سيارتي. انا في قطع للسيارات الصالون، للسيارات السبورت، سيارات الفور ويل، السيارات المهم هذه القطعه اتوقع هي اللي بتكون مناسبه لسيارتي باذن الله تعالى. اوكي ليتس جو ليتس جو. خذ وقتك، خذ وقتك يا عيسى وصلح وسوي. الحين المفروض ان السياره تكون اسرع، بس مشكله اللابتوب شو ان لما تدعس بالسرعه المطلوبه يقفل تقريبا لمده 3 أو 4 أو 2 ثانيتين ترجع تشتغل مره ثانيه. فهذه هي السلبيه الوحيده في اللابتوب، اما يعطيك بوست اسطوري. اوكي اتوقع الحين اوكي ممتاز يا شباب خلصنا. الحين اتصل على الشخص مغرور واقول له انا جاهز للسباق. ايش كان اسمه؟ هذا سيلفستر. طمي عمره سيلفستر بعد. خلنا نشوف سيلفستر. هلا جايكو. هلا الحبيب. هلا جاهز ولا انت بعدك مصر سيارتك الخايسه هاي؟ لا حول. بتسابق ولا لا؟ يلا جاهز. انا انت جاهز؟ جاهز. السباق بيكون من عند المستشفى اللي تحت الكازينو لين محطه بوليتو، النهايه عند محطه بوليتو. اللي يدخل داخل المحطه هو اللي فايز. تمام يلا الاقيك عند المستشفى عشان اكسر راسك. يلا اوكي ترياك. قهرني يا عيال قهرني. انا هذا منو اصلا؟ هذا منو؟ هذا منو؟ وين هذا؟ كيف كذا فجأة طلع من العدم؟ اسمع الصوت اتغير، اقسم بالله صوت اتغير حق السيارة يا شباب. او ماي جاد او ماي جاد. اح والله صارت سريعة. وات ليتس جو.
والله صار سريعة صوت تيربو. تعرف صوت تيربو؟ عند المستشفى قلنا مستشفى الهايوي هني. اوكي يا شباب يا رب يا رب يا رب لا تخذلني في السباق هذا يا رب ارجوك دعواتكم يا شباب دعواتكم والله ما ابي اخسر السياره ما ابي اخسر السياره تعرفون انتم يعني اصور كل شيء سواء فزت خسرت كل شيء يتصور. اوكي اربط حزامي واو وايد مستعيل على الهزيمة مستعيل على الهزيمة والله انا جالس اترياك لان الحين انت بعدك ما وصلت يلا جاينك دقيقة يلا اوكي ترياك انا عندي الشايرة يلا اوكي يقولني يترياني اتوقع هذا هو ايوه هذا هو جاهز ها الحبيب هلا حبيبي جاهز تعطيني الكوربت انت جاهز انك تسلمني اللامبو يلا عدة ثلاثة يلا واحد اثنين ثلاثة روح روح يا عيسى روح وات لا كنت بدعم الحمد لله دعم دعم يا شباب والله دعم اتوقع انه دعم لا والله وات بعده وراي يلا يا سياره روحي يا اللمبو روحي يا اللمبو روحي اوكي روحي روحي اوكي 200 200 اه وقفت السياره يا عيال وقفت اوكي الحمد لله رجعت اشتغلت اوكي القفله هذه خايسه كفو وقفت مره ثانيه يا الله يا عيال اقسم بالله وقفت يا حبيبي شو قاعد اضغط انا راح لي لا 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 يا عيال اقسم بالله انا اعصاب راح 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 يلا 204 وقفت 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 يخرب بيتها من السيء من اللابتوب ايوه لا هذا ما هو قدامي هو يخرب بيتها يا رب يدعم يا رب يدعم يا رب يدعم يا شباب اختفى عني من راح لا روح لا عدل 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 هذا هو لا وين يا اخي المحطة ما مش موجود بس يا شباب مش موجود والله شكله صدم اتوقع انه صدم يا رب لحظة يكون بالمحطة وانا ما اشوفه كفو مش موجود ايوه صدم يا عيال ليتس جو انزل انزل يا اهبل انزل اعطيني السيارة حول السيارة حول السيارة حول السيارة لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم سوق عدل سوق عدل اول شيء عشان توصل للمحطة يا حبيبي قلت لك مو من السيارة بس من السايق لازم تكون عندك مهارة يا حبيبي تمام حول لي حول لي لا 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 لحظة 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 يا حبيبي يا حبيبي ما كانت اتفقنا كذي واقسم بالله انك مو رجال والله انك مو رجال والله انك مو رجال من زمان بس انا اقول لك اياها انا كل السيائر اللي ربحتهم من هالطريقة ما توزع عليهم نزاهة واقسم بالله انك خسيس واقسم بالله انك خسيس بعيدك لا تتحرك سلك بس شو ما عندي شيء شو تبي خلاص خلي كل واحد يروح بطريقه شو تبي الحين انت لا انا بسيارتك الصراحة عيبتني اللمبو سريعة احول لك سيارتي ها تحول لي اياها بس ما فزت علي ليش احول لك السيارة ما فزت علي خلاص محمد اللي بيك اغفر الله العظيم اطلق والله انك مو رجل لا 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 تطلق لا تطلق استهدى بالله بعطيك فلوس تبي فلوس ما ابغى فلوس ابغى السيارة بعطيك عندي والله عندي 400,000 ما ابغى ال 400,000 عندي انا فوق المليون شباب 400,000 استغفر الله العظيم اللامبو عيبتني صراحة تبي اللامبو قلت لي ها ارفع ايدك كفو تبي اللمبو تبي لحظه كليبر خلي خليك على السرعه
زين شو تحرك قتلتك. تمام تمام اقسم بالله انك اهبل اقسم بالله انك اهبل اهبل. كفو يا كليبر. انا خلنا ناخذ سلاحه يا شباب. الكلب اتوقع من الناس اللي الحركات هذه. شوف كم عنده 28. هاي على اساس ان انتوا اثنين انا بروحي صح. اقول اسكت اسكت ولا كلمه. انت 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 الوحيد تتكلم عن الرجوله. اقسم بالله. لحظه لحظه لحظه. سرقته؟ ايه سرقته سرقته. حول السياره باسم كليبر. تمام تمام سريع. تمام اقسم بالله انك مو رجال ولا خصك بالرجوله. اقسم كليبر تعال شو تقول لي. يقول لك يقول لي والله انا افوز على الناس بالطريقه هذه انه يجي لما يفوزوا عليه يرفع عليهم السلاح ويخليه يحولهم هذا ويذبحهم. الكلب حولت لك السياره. حولت السياره حبيبي. كنت بتذبحني. كنت بتذبحني لو ما طلع كليبر. لحظه كليبر لحظه لحظه خلني بس افهمه قبل ما يموت. سمعني سمعني شو تقول. ما اسمع. سمعني شو تقول. سمعني تليفوني تاكد بس. تبى تاخذ تليفونك ها؟ تبى تاخذ تليفونك. انا لا سياره. ايوه السياره جتني خلاص. حول كليبر تاكد. شوف قفل السياره وشو متاكد. شفت قريت. قفل قفل السياره. ايوه زين. شوف انا ما من طبعي اني اذبح واسوي بس لما اوصل لمرحله وخاصه في الفتره هذه اني انا قاعد. خلني اتكلم وانا قاعد اسوي لي عصابه. ابي اقول لك اشوفك في القبر يا حبيبي. ابلع شقه. روح روح كليبر. شرطه يعني شرطه شرطه. روح روح روح. خذ الكربت خذ الكربت خذ الكربت وتعال المدينه ها. كفو يا شباب. عز اقسم بالله ان كليبر عز طلع من حيث لا نعلم. هذه حركات كليبر. اقسم بالله انه فنان. يخرب بيته يقول لي افوز على الناس الحركة هذه. انا حسيت والله العظيم حسيت. كربت تروح على اللامبو مستحيل. بس مشكله السياره تقفل. اللابتوب هذا لازم اشيل المواصفات اللي سويتها. انا مثل ما خبرتكم تقفل السياره. تقفل على سرعه محدده لما تكون داعس مره دعسه كبيره. اما توصلك 200 يب توصلك. ما اقول لك ما توصلك. ايزي توصلك 200 بالعداد. يا عيني عز يا والله عزت لك يا كليبر ويا اللامبورجيني. او ماي جاد صوتي راح يا شباب. اقسم بالله ان الفرحه صارت فرحتي. وو 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 وح وح قاعدين يخطفون. والله يخطفون العصابة. هذه عصابة بنفسجية يخطفون بني آدم. أكيد يعني بني آدم يخطفون حيوان يا عيسى. أوه ماي جاد. أو لحظة لحظة شباب لحظة. على الفرح هذه لازم أشتري لي حيوان. خلنا أتصل لك لبر وخليه يجي عشان نشتري حيوان يا شباب. حيوان هذا وأنتم بكرامة نخليه. هلا هلا. والله انك وحش يا كليبر حبيبي. وين تقابل؟ تعال 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 محل الحيوانات خلني اشتري لي هاسكي على الفرحه هذه. يلا يلا. واو واقسم بالله عز يا شباب. عز عز والله انا فرحان اليوم. بنام وانا مبسوط. والله بنام وانا مستانس يا شباب اليوم. او ماي جاد على الدعم هذا. انا عادي مسموح اني ادعم. مسموح مسموح اني ادعم. انا كنت شايل هم الاجانب يجيني عربي. قال انا اعتقد هو بعد من الامارات. قال يب قال من الامارات ويكلمني بهذا الاسلوب. انا من الامارات. طيب انا قلت له انا من دبي. مفروض ان معاملته تكون يعني قريبه يعني اكثر من الاجانب. يكون بيد وحده. والله انه لو كان شخص سيده كنت بضمه عندي في العصابه والله العظيم. بس شخص متغطرس ومغرور ولسانه وسخ ويستاهل اللي صار. اوه سيارات المستعمله راح اجيلهم راح اجيلهم. كفو يا كليبر. صرعتنا كورفت صرعتنا كورفت. وسرقت سلاح بعد. سرقت سلاحه. والله عز يا شباب عز. لازم اروح بيتي واحط كل شيء داخل. بس بعد ما اشتري لي سلاح اشتري لي حيوان انا وكليبر. يا عيني على الكوربت. يا عيني على الكوربت. يا راعي الكوربت انت يا حبيبي. يا حبيبي جيت سياره جديده بس يبيها تصليح. شو رايك فيها؟ سريعه ولا لا؟ والله يعني هاك سريعه بس انه ميسره من حقت. واسمع اتوقع انه هو دعم ترى. اتوقع لان ما كان موجود لانه راح عني مسافه كبيره. شوف مكسره يب. بس فجاه اختفى عني. كفو كفو. اوكي يلا ربحنا سياره. ربحنا سيارة. اوكي كم اسعارهم؟ اي ما اقدر. اوف 50,000 الواحد. لانك انت فاتح. 500,000 بعد الهاسكي. 500,000 ولا 50؟ 500. شوف قاعد تشوف. يب اوكي يب يب. شكلي بشتري الوستي. وستي؟ لا هذا خكري يا رجل. الريتريفر. ريتريفر خلاص ريتريفر. اوكي كيف يلا. تشتري انت ولا لا؟ انا لا ماني شاري. يمكن اشتري بعدين بس الحين لا. بس لازم تشتري له فيرس ايد فور بيت ونيم تاك وواتر ومدري وش شو. لا لا عيسى في هاسكي. في هاسكي ب 50,000. خلاص خلاص اشتريت اللي عندي. في هاسكي بس ما عليه كويس اللي عندك نادى. اوكي خليني احط له اسم. شو اختار له اسم كليبر؟ اختار سميه مدري راكو ريكو ريكو سمي اي شيء. اوكي سميته ريكو. يلا اوكي نادي. الحين انادي. شو اضغط؟ اي اتوقع اضغط او 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 مست الا او. انا عندي يقول at least one pet must be under your control. ايوه ليتس جو. وين 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 ليتس جو. اسود حلو بعد. والله رهيب. يا سلام خلاص هذا الكلب العزيز بيكون عندي ريكو. او صار ليفل واحد حلو تقدر تلفله. انا اشوف يقدر يجي. يا كلمه تمشى فيه هتحجم علي. لا افكس. اسمع اقدر اخليه يسوي سيرش. ارفع ايدك. يسوي سيرش بالارض مو عندي. عندك يب يب. اوكي ممتاز. سوي لنا سيرش بالارض او شيء. اصلا في محل ورا بشوفه. كفو يا شباب اشتريت ريكو. ريكو كيف اركب السياره؟ كار. ايوه ركبت السياره. وينه؟ ليتس جو. راكب عندي يا شباب. والله راكب.
اوكي فزنا بالسياره واشترينا كلب والله نايس. لازم اتم اتمشى فيه عشان يلفل يا شباب. ما علي بسويها خلف الكواليس بخلي يصيد، وهذا دائما بيكون معي الكلب الحين ريكو اللي بنروح ورا. شوف في محل هنا ورا محل بيع اتوقع طلب الاربعه حلو يطلع اصوات يا شباب شكله والله جوعان. هلا راكب ورا راكب قدام قصدي يب. لقيت هذاك يبيع الجلود. كيف اطلع من السياره ثواني؟ عيسى جبنا العيد شو. الرجال مو قالنا بيعلمنا مكان مهم احنا قتلناه. قال بيعلمنا مكان مهم؟ يب ما سمعته بالله قسم بالله. تبي ولا ما يمتين زي شيء يصير؟ أيوة اسمع هو مات ولا كان ينزف؟ لا سمعت انه راح المستشفى. تبي نروح نترصد لعند المستشفى ونخليه يعلمنا ما نذبح؟ يعني هو يتذكر كل شيء صح؟ يعني على خفيف يعني فهمت اللي جاهز تجاج بس صكيت انطلقه ودع. يلا تعال اتوقع انه بيكون يخاف منا اصلا. واي مستشفى بليتو؟ المستشفى حق المدينة حق المدينة. يلا بيعطينا مكان مهم يا شباب. خلنا نحط الكلب ريكو. قبل كل شيء يا شباب بعطيه اكل لانه هذا الكلاب سرعه يموتوا. اول ما هذا لازم بسم الله ما تشوف بعطيه اكل وبجيك المستشفى. اسمع هلا. تشوف الجراج اللي قدام هذا بلبق فيه السياره تاخذني معك. يلا اوكي انتبه من الكلب. نعطيه اكل يا شباب دوز. ايوه في دينك قاعد اعطيه اكل ويلفل والله شيء حلو يا شباب شيء حلو لما يكون عندك. اوكي اعطيته اكل واز ليتل تيك افكت. اوكي ممتاز. الحين الاكل هذا المويه يا شباب مويه شلون؟ ايوه فيلينج بوتل لازم اوديها ويشينج ووتر بوتل اتوقع لازم اوديها الماء النهر. بعطيه وان يكون يخلص. لا ما يخلص. اوكي فهمت لازم اروح النهر واحط مويه. خلاص بخلي الكلب يروح بيته الحين ريكو سوي له ليف اتوقع عليف نخليه يروح. لا اتوقع لازم اسوي مره ثانيه. ايوه خلاص قاعد يروح الحين اعطيته اكل واعطيته كل شيء ممتاز. خلنا نروح لكليبر لانه قال لي بيحط سيارته بالكراج. كفو يا اللامبو والله كفو يا شباب ما تعرفون ايش كثر مرتاح نفسيا. وين كليبر؟ هذا الكراج وينه؟ شو السيارات المستعمله الموجوده؟ يلا روح ايش يا اخي انا خايس تلف على السريع. اول مرسيدس بولغ سعر مبالغ فيها سعر 100,000 بايعها ب 450. طيب حدد لي يلا مشان المستشفى. حدد لي ليش رجعنا ورا؟ طيب ايش فيك؟ اسرع من ورا. اسمع هلا نقعد ننظر عند المستشفى اول ما اشوفه يطلع انت مر من عنده باشر عليه بسلاح زي كذا تشوف بقول له اركب ولا بطخك هو بيركب معنا ونقول له يعلمنا. كيف راح عن بالي اصلا قال بيعطينا مكان مهم ما ادري حتى انا نسيت توي تذكرت يوم ذكرت الفلوس والكلاب. شوف سياسه المدينه اذا كان ينزف يتذكر اخر 10 دقائق. هل وصلنا 10 دقائق ولا بعد؟ لا ما وصل فهمت ايش ودوه على الجو. على الجو ما في ناس مهددناه. يب شفت ناس كانوا يمشون. انا قبل ما امشي شفت ناس جو عندنا فشالوه وبدل ما ادري وراه. حط حزامك. حط الحين يا عيسى لازم نحدد نختار اسمع ثلاث اماكن. اماكن الله يخرب بيت عدوه. عاد ما في الامور طيب اسمع اختار ثلاث اماكن حقات عصابه يعني زي حاره كذا فهم ونخلي المتابعين هم يختارون اي واحده ناخذ وهذه راح تكون حاره اصابتنا عصابه العقارب. لا ما راح اسميها العقارب بختار اسم ثاني بس فكرتك حلوه انه نمسك حاره كامله. ما ادري بنفكر باسم ثاني. اوكي خلاص كيف بس اهم شيء نخلي المتابعين هم يختارون اي حاره احنا نروح لها احنا نحدد ثلاثه هم يختارون واحده منها بس ممتاز. المكان المهم هذا لا يكون بلاك ماركت. والله ما لا تسالني هو قال بعلمكم عن مكان مهم وعلى مفتاح السياره تذكر بس انك ما الظاهر سمعته يوم يقول مكان مهم. انت كيف عرفت اني انا بالمحطه؟ قصدي انك قاعد يهددني على اساس ان عندك شغل كان. انا جيت خلاص خلصت شغلي جيت ما لقيت احد وانا اول وانا راجع من الطريق الا اشوفكم مريت وانا ارجع الا اشوف الرجال رافع عليك سلاحه وقفت سيارتي بعيد نزلت جيت من وراه. اوكي شو ترصد ترصد روح قدام ناس قدام في ناس في ناس في ناس اسحب عليهم سالم روح قدام كذا بعيد شوي عن المستشفى وخراقب الباب حق المستشفى. طيب اصبر راقب نشوف. يب اشوف هذا هو ايوه هو اللي ورانا. اصبر خليه يبعد دور سيارة روح له روح له لحظه خليه يبعد في ناس راح يشوفونا خليهم يروحوا. يلا روح لحظه ابي يروح يمين ايوه او ما يلف يمين حلو روح. سلاح على راسك اركب سلاح على راسك اركب 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 سلاح على راسك اركب تمام حدد لي بالماب بسرعه المكان المهم اللي خبرتني عنه تسمع ولا لا؟ ايه بس دقايق شو هذا المكان اللي بتعطيني اياه؟ اقول لك المكان هذا بيطلع لك ذهب. شوف والله العظيم لو انك قاعد تكذب علينا يا ويلك. هالمره اربط حزامك يلا عشان ما تموت هنا اقسم بالله لو يطلع فخ ولا تراب ولا شيء اسلحتنا موجوده. اقسم بالله هذه المره الاولى سامحناك فيها لانك كنت تنزف وساعدوك الحين والله العظيم لا افنشك والله انا اقول والله تمام رايح.
Sorry, man. Hey, I'm sorry. The headaches in the city. Same here. لا أحلى شيء من الاثنين. تعلم يا سيلفستر في شيء اسمه اعتذار وأسلوب. تعلم من الناس. يضحك أبو دم بارد. ودي أكسر سموه. أنا ضحك على الدعم الصراحة كانت حلوة. تبعدك يعني عندك حس الفكاهة هذا ها؟ والله كليبر أنا ما مطمن له صراحة هالبني آدم. إيه فعلا نسوي شيء. الراس. اسمع. اسمع مني يا جايكو. وصلنا المكان. مو بني انزل 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 خذ يسار يسار في يسار يسار في يسار. كمل سيدة. وانا مدينة انت استهبل علينا. كمل لا مو استهبل كمل سيدة. الحين ادخل يسار. وين يسار؟ ورا 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 ورا. هذا يستهبل. يمين. اركب فوق يعني. اطلع في دخلة من ورا. في دخلة ورا 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 عيسى. روح ورا. قدام اكيد دخلة وراك. روح سيدة معلك منه هذا يحب يسولف. خلاص اسكت في دخلة قدام. هذه الدخلة تقصدها. ايوه هذه. القدام هنا. القدام. سيدة. نروح للمختبر هني. يمين كمل سيدة بس وقف ورا بس وقف هني. انزل يدك فوق والله في حركة. ارفع ايدك. لا ليش اسوي؟ ارفع ايدك. انزل وارفع ايدك. دقيقة حركات ايش السالفة؟ انزل يلا السالفة ها؟ يعني يلا طوم هذا هني 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 هني. حطوا عينكم هني. ليبر خلي سلاحك عليك. شوف عيد وات؟ لا تجمع. لا تقول تجمع. اوه. لا انا اقول لك. قاعد اجمع اسيد كليبر. طيب نجمع من هذا بس يعني نستفيد. موريستيك اسيد. هذا حق شو طيب؟ هذا المكون الاول اللي حق المث. لحظة. المكون الثاني في بليتو. اسمه رد. قد. اوكي حصلت ميرتك اسيد يا شباب. رد سلفا طيب عرفناه. المكون الثالث. اوكي. المكون الثالث اللي هو الويد. الويد طيب المكون الثالث والاخير. الرابع قصدي. ما بس ثلاثة. اوكي. طيب. بدون الايس. وين مكان الطاولة؟ الطاولة نادلها. لحظة مع الايس. ولا بدون الايس بدون جايز ليف اس بليز جست وومن اوش واو ليف ذا اريا اركب خلينا نحرك سريع عرفنا المكان خلاص اركب جو عيسى محمد سعد ذبحني يا شباب اقسم بالله ذبحني اعطاني هيد شوت ما اكتملت الفرحه بيجوا لك ليبر الحين انا اعتمد على كليبر اقسم بالله اعتمد على كليبر الحين في واحد مات لا يكون كليبر مات لا ما ادري مين طيب يطلق علينا بالسياره واحنا انا ميت اصلا مت انا والشخص هذا مسكين الجديد ايوه هذا كليبر هلا اذبحه كفو يا كليبر كفو اقسم بالله انه عز ذبح كليبر كفو والله انه وحش كفو كليبر يا عيال عشان كذا والله بخليه يسوي ده بالجلوف بوكس سلاحك بالجلوف بوكس ما اقدر احط سلاحي بالجلوف بوكس ما اقدر ميت عيسى تسمعني احط سلاحك بالجلوف بوكس ميت ما اقدر انزل خلص رصاص خلص رصاصي قتلت واحد بس خلص رصاصي بزبن في دم يصل له يموت كليبر مات كليبر ذبحونا يا شباب بياخذوا عنه السلاحين بياخذوا بس هرب اصلا هرب والله العظيم هرب يا شباب ذا جا 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 فنش كليبر والله عبالي مات فرق كليبر يقدر يسرق عن الكلب ولا لا ما ادري بيموت اصلا هو متدمج بعد مات شكله الحين بيموت شكله بيموت يا شباب متدمج بعد يا الله قاعد يسرقني يا رب يموت ما ادري سرقني ولا لا اتوقع سرقني تمام يا جماعه الخير لان هني وصلنا نهايه المقطع الجاي باذن الله تعالى راح نشوف كيف شو هذا المكان السري اللي هو اعطانا كل التفاصيل راح نجمع مث وراح نسوي عمليه المث وحاليا ما يمدينا ننتقم من العصابه هذا لان لازم ننسح راح اتحلل بعد 90 ثانيه ويعطيكم العافيه كان معاكم عيسى 400 سلام